اخد صديقنا العزيز طبعا الاعلامي المحترم الاستاذ صلاح عقده، عضو مجلس اداره نادي دمنهور. مساء الفل يا ابو صلاح. مساء الخير يا دكتور، مساء الخير عليك وعلى الكابتن عبد الناصر. اهلا بيك. اهلا بيك يعني صلاح. طبعا النهارده كانت هزيمه من الحمام، ودمنهور عنده مباراه مهمه جدا مع الجزيره على ملعب دمنهور الاسبوع القادم ان شاء الله، الاسبوع الاخير. انا دايما بتمنى الانديه الشعبيه، الانديه الكبيره، يعني ما تبقاش في المواقف الصعبه اللي هي موجوده فيها السنه دي. وما اقدرش اقول اتمنى التوفيق، ان طبعا انتوا تخصوني والجزيره وكل الانديه احنا على طرف محايد، لكن ليه الوضع اللي دمنهور فيه ده السنه ده يا ابو صلاح؟ والله يا دكتور يعني انت متابعنا من اول الموسم. انا الاول بس عايز ابارك للحمام وابارك لنور وابارك لعائله الاصلان، يعني الناس النهارده سابوا ناس تبارك كويس جدا، ابارك لهم وبالتوفيق ان شاء الله في الموسم اللي جاي. زي ما قال الكابتن عبد الناصر يحاولوا يرتبوا امورهم عشان ما يوصلوش الامور في الاخر الموسم يبقى فيه منافسه وصراع على الهبوط. هقول لك نادي دمنهور، انت عارف يا دكتور البدايه كانت صعبه جدا، بدانا متاخر، بدانا بجهاز فني انت عارف كانت ليه ظروف معينه. اختيارات اللعيبه كانت في وقت متاخر برضه، ما لحقش الجهاز الفني يجمع اللعيبه. لكن انا طبعا اقول لك انا بعتذر لجمهور دمنهور كله واعضاء جمعيه العموميه عن الموسم ده. والمباراه اللي جايه ان شاء الله نحاول ان احنا نعوض فيها امام فريق الجزيره ان شاء الله، ونقدم اداء ونتيجه ان شاء الله تقعد فريق دمنهور الموسم الجاي. بس انا برضه عايز يعني انت اتكلمت في نقطتين يا دكتور مهمين. النقطة الأولى لوائح واللايحة بتاعت البطولة ازاي بتنفذ وازاي؟ يعني كنت ممكن أقابل الجزيرة عندها 27 بونت أتعادل معاها أقعد. فاهمني؟ يعني الأمور ماشية ازاي؟ بتدار ازاي؟ الحاجة الثانية أنا بروح الملاعب كلها بدخل جمهوري وكل الملاعب كلها فيها جمهور. في دمنهور مجلس الإدارة بتاعنا بيدخل بكشف. في ملعبي مجلس الإدارة بيدخل بكشف، الأمور ماشية ازاي؟ هل الدوري بجمهور ولا من غير جمهور؟ تمام. أنا عندي ماتش ب 20 بونت مش ب 3 بونت الماتش الجاي. محتاج الجمهور يدخل، انا من خلالك بناشد محافظ البحيره، بناشد مدير امن البحيره. زي ما بلعب بره بجمهور العب جوه جمهور. جمهور دمنهور هيفرق كتير جدا جدا جدا. فريق الجزيره هيكون دفاع عندنا على راسنا من فوق. لكن مباراه 90 دقيقه انا محتاج جمهور، هو لو معاه جمهور يدخل ما عنديش مشكله. بس انا في ملعبي محتاج زي كل الفرق يكون معايا جمهوري. تمام. وصلت الرساله، وانا بعتذر بس عشان وقتنا يا ابو صلاح، انا اسف. ويعني الموقف صعب، الجزيره دولت يعني علاقتي بيهم حميميه، ودمنهور علاقه اكثر من حميميه، فربنا يوفق الجميع. هو الموقف صعب لكل الانديه.